عندي اختي سنة واحد القرص كبير كيجي قرص عائلي زوين الكوتي ان شاء الله. اقتصادي كيجي اقتصادي وعائلي كبير. المهم كناخذوا فواحد الاناء كنطربوا بيضه وكاس حليب دافي وثلاثه المعالق كبار ديال السنيده ومعلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز وجوج فاني وربع كاس ديال الزيت وشويه ديال الملحه وكنجمعوا بجوج كيسان ديال الفورس. كلشي كنعبروا بطبيعه الحال بالكاس ديال العلبه ايه صافي وكنخلطوا هادشي غير بالفوي صافي وكنجمعوا ديك العجينه هكا كنخلطوها كتكون شويه ثقيله بحال ديال الكيكه ولكن شويه ثقيله عليها كنخويوها في المول يكون دائري يكون مدهون ومرشوش صافي وكندهنوها بواحد الصفر ديال البيضه. للاسف انقطع الخط بخديجه ام نور. كنا في القرص عائلي عطاتنا المقادير ديالو للاسف انقطع الخط. غادي ترجع نتواصلوا معها الا سمحتي سميحه. رجعت عاود تواصل معها. ريتما انه نعطي فرصه نعطي المستمعات هاد العجين ديال السميده رقيقه. العجين ديال السميده رقيقه اللي هو الطريقه ديالو سهله وكيجي مقرمش بالسميده رقيقه. فكيف ما قالت لنا خديجه على اساس انه في الكاس ديال الخلاط الكهربائي غادي نديرو جوج كيسان اونص ديال الماء دافي مع كاس ديال العنبه ديال السميده رقيقه مع جوج كيسان ديال الدقيق الفورس معلقه كبيره ونص ديال الخميره المعجونه ديال الخبز خماره واحده ديال الحلوه معلقه صغيره ديال الملحه معلقه كبيره ديال السنيده وجوج معالق كبار ديال الحليب بودره حليب غبره داك الحليب المجفف. يعني في الكاس ديال الخلاط الكهربائي نديرو جوج كيسان ونص ديال الماء دافي كاس ديال العنبه ديال السميده رقيقه جوج الكيسان ديال العنبه ديال الطحين فورس معلقه كبيره ونص ديال الخميره المعجونه ديال الخبز خماره واحده ديال الحلوه معلقه صغيره ديال الملحه معلقه كبيره ديال السنيده وجوج معالق كبار ديال الحليب المجفف الحليب بودره. هادشي كله كنطحنوه في الكاس ديال الخلاط الكهربائي مزيان ومن بعد كنخليوه كيرتاح ربع ساعه 15 دقيقه وعاد ديك الساعه كنفرغوه في واحد الاناء ولا في واحد القصريه كنضيفوا ليه نص كاس العنبه ديال الزيت الروميه زيت المائده وكنبقاو نجمعوا بالطحين اللي غادي يكفانا حتى كتجمع لينا العجينه. من بعد كنخليو يعني نشكلوهم على الشكيلات اللي بغينا ونخليوهم يخمروا مزيان وعاد ديك الساعه كندهنوهم بالخليط ديال الصفار بيضه مع معلقه صغيره ديال الحكمه طيشه كندهنوهم وكنرشوا بالزرارع اللي بغينا. وديك الساعه الحشوات راه لكم اختيار يعني كتعمروهم بالحشوات اللي بغيتوا اولا كديرهم على شكل فطائر وكتعمروهم يعني من الوسط اولا هذاك الشكل العادي اللي كنا كنتكلموا عليه على اساس انه ناخذوا لتحت ديال الكاس وكل كويره درناها في اللطا كنديروا لتحت ديال الكاس كنوركوا على كل كويره باش كتبسط وكتجينا بحال حفيره. وديك الساعه كنعمروها بالحشوه اللي بغينا وهذوك الجناب هما اللي غندهنوهم بصفار بيضه مخلطه مع معلقه صغيره ديال الحكمه طيشه. هذه عجينه سهله وكتجي مقرمشه بسميده رقيقه. مشكوره جدا قدمت لنا خديجه ام نور. نكملوا مع خديجه. الو انا السلام عليكم. مرحبا. ما كاين حتى مشكل. فقلتي بالنسبه لهذا القرص عائلي كنديروا نعاود المقادير يلاه الا سمحتي واخا يكون احسن. كنديروا بيضه وكاس ديال الحليب دافي وثلاثه المعالق كبار ديال السنيده معلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز جوج ديال لافاني وربع كاس ديال الزيت شويه ديال الملحه وجوج كيسان ديال الفورس كنخلطوا هادشي كامل في شي اناء بالفوي كتكون كما قلت لك شويه ثقيله ثقل من العجينه ديال الكيكه بشويه صافي وكنزيدوا عليها اللي بغينا بغينا مثلا شكلاط حبيبات ولا الزرارع النافع شويه الزنجلان المهم اللي متوفر في البيت ديال السيده صافي كنخويوها في واحد المول دائري مدهون ومرشوش صافي وكندهنوها بواحد الصفر ديال البيضه مخلط مع شويه ديال الخل ونرشوا عليها الزنجلان ونخليوها تخمر تقريبا واحد 40 دقيقه. دابا مع الحال شويه بارد اخذ لنا شويه الوقت بس ندخلوها ونطيبوها كتجي غزاله اكل كوتي اييه فعلا ومزيان هكا عائليه كبيره يعني تبارك الله تهنينا من الكريسات هكا كياخذوا الوقت بحال هكا في البوتي كنبغيو حويجات اللي هما ساهلين وفي وقت قصير مازال انت يكون عندنا الوقت ممكن كيف ما قلتي هاد العجينه نديروها كريسات صغار اييه هذه دغيا كتوجد ما تصحش باش تخرج كرص حيت شويه كتجي شويه جاريه
ولكن ثقيله شاده راسها تجي شويه ثقيله. يا قلتي لنا بحال تقل شويه من الكيكه. ايه تقل شويه من ديال الكيكه. يعني ضروري خصنا نديروها في المول ياك. ضروري خصنا واخا. ولكن الا بغينا نديروهم في هذوك القوالب الفرديه الصغار حتى هما يمشيو مزيان. تقدر حتى هما يمشيو مزيان. تمشي. انا كنجربها دائما غير على شكل خبيزه. اييه لا لا في ساعه كتوجد. اييه في ساعه كتوجد بالنسبه للكوتي والوليدات. بارك الله عليك الا خديجه. كنشكرك بزاف خديجه ام نور على هاد الاقتراحات. اختاريتي لنا اقتراحات اللي هما ساهلين وبساط وفي متناول جميع السيدات، واكيد ان شاء الله المستمعات غادي يطبقوهم يعني ويوجدوهم، لا سواء الكوتي ولا هاد الاقتراحات اللي قدمت لنا. فنتمنى تكونوا سجلتوا معنا هاد الاقتراحات.